بنشكر الفنان محمد كرم الله، ونتواصل معكم مشاهدينا الاعزاء وحضورنا الكريم في سهرتنا المميزه اليوم من سوداني، ونسعد ان يكون معنا شاعر ودبلوماسي سيد احمد الحردلو. استاذ سيد احمد، برحبك مره ثانيه وسعيدين انك لبيت دعوتنا في سوداني. بدايه، النشأة والميلاد كانت في ناوة. نعم، بشمال السودان. اكيد في ذكريات جميله بتحمل لتلك المنطقه من والبقعه من بقاع السودان. نعم، الحقيقه انا ولدت فجر الاربعاء يوم 22 اكتوبر 1940، ونشأت طفولتي الاولى في ناوة، وكانت ناوة حقيقه يعني وليس عن حديقة كرنفال كما أنا قلت فيما بعد. كانت جميلة جدا، النيل، الجروف، النخيل، السهل المنبسط للزراعة، ثم الرمال، ثم النخيل مرة أخرى. وكان بالقرب مننا حوض لتي، وهو زي حوض السلام، وكان بتأتيه المياه من دنجل العجوز الغدار بالدفع الذاتي إلى هذا الحوض، وحين يمتلئ يفتح حفير ناوة وينزل الماء للنيل، وتتحول هذه البقعة إلى حديقة غناء من الألوان والزهور. كل ألوان الزهور تلقاها في هذا الحوض، وكنا وإحنا أطفال نمشي نرعى الغنم هناك في هذا الحوض. وكنت أستمتع بالنزول إلى النيل لكي أسمع صوت السواقي، وأركب السواقي وأدور بها وأسمع الأغاني التي يغنوها. وكنت أستمع إلى فنانين، وفي ذلك الحين صافا النية وأنا طفل، ثم علي الطنبراوي والشاعر الكبير أحمدون، وهو من أعظم شعراء العامية في السودان. وكان هناك محمد الرحمن جزار يحاكي ويقلد أغاني وأشعار أحمدون، وكان هناك الشيخ درار الذي هو ورفيقه كان يجيدان المديح. هذه البيئة نشأت فيها بين الغناء والمديح وغناء السواقي وزغزغة العصافير والمزارع وزهور حوض لتي. تقريبا هذا. ودخلت الخلوة طبعا في عمري باكر، ودرست فيها عاما ونصف، ثم دخلت مدرسة نصفية لمدة شهرين، وجاءت حبوبتي ريا، وهي من ناوة لكن تزوجها جدي الحسن الشامي من تنقاسي، وكان يعمل في التجارة بين ناوة وتنقاسي، فتزوجها وعاشت معه في تنقاسي، ولكنه كان يأتي دائما. إذن أنت بتجمع أستاذ سيد أحمد بين الدنقلاوي والشاي. أنا أجمع بين الشاقية والدناقلة والمحس. المحس. أنا قومي سوداني. طيب بالنسبة لناوة، يعني ذكرت لنا الطبيعة الجميلة اللي أنت نشأت يعني ترعرعت فيها، يمكن كانت هي السبب في رقة الإحساس عند الأستاذ سيد أحمد الحردلو. أنا يهيأ لي أنني تعلمت الشعر من أمي، كان حديثها شعرا، وأدعيتها لي كانت نوع من الشعر. أنا كنت ولد الوحيد، وبعدي جو 3 بنات، وهي حاولت تذلني فرفضت هذا أي نوع من التمييز بيني وبين أخواتي، ولكن دعواتها كانت نوع من الشعر، وابتديت أقلد هذا الصوت، ثم تأثرت بالبيئة الشاعرة في ناوة، ثم التحقت بمدرسة تنقاسي الأولية في عام 46. كان عمري حوالي 5 سنين ونص، أنا ولدت في أكتوبر 40، فجاءت حبوبتي ريا من تنقاسي،
ومعي اخي محمد، وكنت دخلت النصفيه، كان في حاجه اسمها النصفيه اقل من الاوليه. نعم. اللي هي شهرين فيها، فقالوا له لا نحن نخدم الدو تنقاسي. فاخذوني لتنقاسي، وكان الناظر اسمه العطا وهو من منطقة شندي، ولكن أساسا هو من الكرير. ويبدو أنه هو والد هاشم العطا. فودوني للناظر أخي عوض الحردلو الله يمسيه بالخير. والناظر قال لي أنت قريت شنو؟ قلت له والله قريت خلوة وشهرين في النصفية. قال لي نمتحنك أقعد. فقعدت أنت عن حساب عربي؟ قال لا الولد يمشي ثانية. فأنا ما قريت سنة أولى. ما شاء الله متميز من يومك يعني. ولحسن الحظ كنت متميز في سنة ثانية وثالثة ورابعة، بطلع الأول دائما. وأبي اقترح إنه أنا أمتحن في الجولد، والجولد في مركز دنقلة. وكان البرنامج الدراسي بين مركز مري ودنقلة مختلف. يعني في مركز دنقلة ينتهي شهرين قبل مركز مروي. وما كنت قد أكملت عام الرابع في الوسطى في الأولية، فاضطريت، هذا أمر من الوالد، إنه أنا أجي إلى ناوة وامتحن في الجولد، والجولد هي الضفة الأخرى من ناوة. فجيت، وفي أثناء ما أنا مسافر شفت أبوي في الباخرة في الدرجة الأولى ماشي تنقاسي، فاندهشت قال لي تعال، وقام جاي أسافر. فالمهم مشيت لقيت عمي علي خالد في انتظاري في المحطة، وأخذني بعد يومين إلى الداخلية في الجولد. وكنت أعيش في ركن بعيد ما بعرف حد، في 15 مدرسة ممتحنة لكن ما بعرفهم ولا واحد، ولا بتكلم مع أي واحد. امتحنا وجيت بقعد براي، وقالوا الذي طلعت، ونادهونا جلسنا أمام مكتب الناظر، وجاء الباشا عبد الله إدريس ناظر الشرقية، والزبير حمد الملك نائب منطقة دنقلة، وأعيان دنقلة، وطلع أستاذ دون أبيض أطال الله عمره اسمه إبراهيم العميري، الآن يعيش في شارع 55، وزرته. فقال كل الطلبة كانوا متوقعين الأول يطلع من مدارسهم، 15 مدرسة من كورتي إلى حلفة. فقال الأول السيد أحمد الحردلو، ما في حد صفق. فقال لهم صفقوا يا بهايم. فصفقوا كده بدون روح كده. صفقة تعبانة كده. تعبانة. فدخلت، فواحد من أعيان دنقلة قال لي يا ابني أنت طلعت الأول، وتقليد هذه المدرسة الأهلية إنه الأول يؤخذ مجان. فباشا عبد الله إدريس رجل قريبنا من تنقاسي، فقال لا ده أبوه مبسوط ولازم يأخذ المصاريف الكاملة. وما كان في إمكاني أعترض، هو رجل عسكري ومن زملاء جمال عبد الناصر محمد نجيب في مصر. فجيت بعد الإجازة طلبت من الناظر إنه أنا مظلوم، يعني عملت له رسالة، فسحب من المصاريف الكاملة. فدرست في الجولد إلى أن انتهيت من السنة الرابعة أيضا، يعني كنت بكون أول الدفعة. وامتحنت من الجود الوسطى للثانوي، ربنا وفقني طلعت أول السودان. التنقل بين المناطق المختلفة والمدارس المختلفة، تفتكر أستاذ سيد أحمد أنه أضاف لسيد أحمد الحردلو شنو بالضبط؟ نعم مؤكد، يعني ناوى بلد رطانة، وأبي ما كان برطم لكن أمي كانت ترطم، وأخواتي لا ما كنا يرطمنا، لكن الأغلبية كانت ترطم. ذهابي لتنقاسي أصلح من لغة العربية أولا، وثم في الجولد انكببت على قراءة السات اقرأ، كان الكتاب بخمسة جنيه، خمسة قروش، كنت أطلوب من دار المعارف في مصر، وكنت أقرأ كل جاز 50 كتاب. وافتكر أنه سلسلة اقرأ كان لها دور كبير في فتح آفاق المستقبل الأدبي نحوي. وأذكر في ناوي لو سمحت لي في الجولد إنه في عام 53 وقعت اتفاقية الحكم الذاتي للسودان في مصر بين بريطانيا ومصر ووفد من السودان. فطلب مني أستاذ اللغة العربية، وأنا كنت في السنة الثانية ولا الثالثة،
انه اكتب مقال لانه شعر انه اللغه العربيه جيده. فجلست كتبت مقال، بعدين حاولت احليه ببعض ابيات الشعر فذاكرتي لم تسعفني، فجلست وكتبت كلاما. فاخذت الاثنين الى الاستاذ واعطيته المقال في الاول، قال لي ابن مقال جيد تقراه. وطيب يا استاذ كمان شوف دشنو. فقراه وقال لي يا ابني انت شاعر، انت شاعر، هكذا قالها. فانت سيب المقال واقرا القصيده. وهكذا بدات شعرتي من هذا العزم. انتقلت بعد ذلك لجمهوريه مصر العربيه، وادي سيدنا الثانويه. وادي سيدنا الثانويه، نعم. ودرست في كانت برضه مرحله مختلفه يمكن من حياتك، نحكي عنها شوي. خالص انتقال لوسط مختلف بيجمع تقريبا كل ابناء السودان، يعني خاصه الشماليه ومن درمان والخرطوم، هؤلاء كانوا يقبلون في وادي سيدنا الثانويه. فانتقلنا الى مجتمع مختلف، وكنا يسمح لنا كل 5 أسابيع بزياره ام درمان من الداخليه. وابتدت تتكون شعريتي هناك في عام 56. صقلت في هذه المرحلة. ويرجع صقلها إلى قراءاتي وإلى أستاذي العظيم محمد أحمد علي الشاعر العظيم يرحمه الله ويحسن إليه. يعني كان يرعاني رعاية كاملة. وفي عام 56 لما حصل العدوان الثلاثي على مصر، كتبت قصيدة اسمها أنا مستعد يا جمال، أنا مستعد للقتال، أنا مستعد كي أجيء مع الرجال. فخرجنا في مظاهرة على أرجلنا من وادي سيدنا، شوف وادي سيدنا بعيدة، إلى السفارة المصرية. وهناك عرف المذيع بتاع ركن السودان أني شاعر، فقام طلب مني أقول القصيدة، فقلت القصيدة، وكان أول قصيدة تذاع لي في الراديو. في نفس الوقت كان في جديد اسمه صوت الشعب نشرته، فكان هذا أول نشر للشعر. أيضا في المرحلة الثانوية كتبت يمكن أول نقول ديوان شعر هو نعم غدا نلتقي. لم أذكر فيه جميع أشعاري، ذكرت فيه الأشعار الناضجة فقط، الأشعار سنة ثالثة ورابعة، لكن أشعار سنة أولى وثانية والوسطى يعني على اعتبار أنها كانت بدايات. بعد كده كان الانتقال لجمهورية مصر العربية للدراسة هناك، ويعني حياتك كلها كانت عبارة عن تنقلات في شمال السودان بداية، ثم وادي سيدنا، ثم جمهورية مصر العربية، وكلها طبعا بالتأكيد أكسبتك كثير من الخبرة والخبرة الحياتية أولا، وكانت دراسة اللغة الإنجليزية في البداية. أيوة، هذه كانت نصيحة من أحمد طيب كردفاني الله يطرب الخير. قال لي يا ابني أنت إنجليزي كويس، بدل ما تخش الآداب ولا تخش إيه، روح مصر في قسم اللغة الإنجليزية، خرجت منه أنا هو، وحتستفيد لأنه أنت إنجليزي كويس وعربي كويس. فسمعت كلامه واتصلت بأبوي، قال لي أمشي يا ابني. وكان عندي عم عثمان الحسن الشامي، ضابط كبير في منطقة المعادي، مسؤول عن منطقة الحجانة في المعادي، فاستقبلني وذهبت للجامعة. فقيل لي والله التقديم انتهى، كان هذا في شهر 10 سنة 1960. فعدت حزين إلى بيت عمي في المعادي، فقال لي مالك؟ قلت له، وقال له كده، قال لي ريح شوية بالطريقة المصرية. والعصر أخذني إلى بيت فيلل، المعادي كانت عبارة عن فيلل جميلة. فضرب على جرس، تكل على جرس، طلع واحد قال له أهلا بالشامي، قال له البيت موجود؟ قال له موجود، قال له تفضل. فدخلنا، فجاء رجل مقعد يمشي على كرسي، وما كنت أعرف من هو. فعمي قال له ابن أخي الحردلوس أحمد، جاء وراح لقبول، فقالوا له القبول انتهى. فالرجل مسك السماعة وتكلم مع عميد كلية الآداب، قال له إزاي يجيك أخو الشام، ابن أخ الشام، هذا خطوش. الرجل ذاك مظلوم ما عنده علم، ولا أنا مشيت له، وصرخ فيه صراخ شديد. والرجل قال له خليه يجينا بكرة الصباح.
مشيت بكره الصباح فين عميكه الاعداب وروني. دخلت للسكرتيره كلمته فجاه طالع برا قال لي ابني عملت فيك ايه؟ انا عملت فيك ايه؟ بتشتكيني للدكتور مشرفه؟ ليه؟ قلت له والله ما اشتكيتك ولا بعرفه ولا اي حاجه. المهم قال لي خذ دكتور رشاد رشدي قسم اللغه الانجليزيه يقبل قسم اللغه الانجليزيه مجانا. فاكملت تعليمي اساءً الجامعه في مصر. بعد كده انتقلت لدراسه اللغه الفرنسيه وثم اللاتينيه. هذا بعد ان دخلت الخارجيه. بعد ان التحقت بالخارجيه. بالخارجيه. انا التحقت بالخارجيه في 6 يناير 66. ونقلت الى لندن في عام 68. وعدت من لندن بعد 3 سنوات للرئاسة وعملت المكتب التنفيذي تحت قيادة دكتور منصور خالد. ورسلت إلى باريس درست اللغة الفرنسية وجلست في باريس مدة عام ثم عدت للرئاسة مرة أخرى. يمكن حننتقل إن شاء الله لحياتك العملية واللي هتحكي لنا إن شاء الله عنها ونشوف التسلسل بتاع من البداية بداياتك في مجال العمل الدبلوماسي إلى كل مساهماتك يعني، لكن أيضا عملت في مجال التدريس بمعهد المعلمين العالي وكانت تجربة متميزة. أنا الحقيقة نسيت هذه النقطة. أنا لما أخذت الصنص بتاع اللغة الإنجليزية قدمت للسفارة السودانية للملحق الثقافي كان اسمه بكر الهادي على أساس أكون أستاذ اللغة الإنجليزية وأنا في مصر. وقدمت نسخة ثانية للمستشار أيام أبو بكر عثمان محمد صالح والآن كان أصبح سفير فيما بعد على أساس أخش الخارجية. يعني كانت رغبة هي يعني من الأول. الدفعني للخارجية هو محمد عثمان ياسين يرحمه الله جاء زيارة لمصر وانا طالب في الجامعه فدعاني ابو بكر عثمان لسهره عنده. فالرجل جلس يتناقش معي وقال لي يا ابني في نهايه الدراسية انت مكانك الخارجيه. فاديت الشهادات دي للسفاره فجيت سافرت تنقاسي ثم ناوى. فابوي قال لي جاكت الاغراض من وزاره التربيه والتعليم انه عينوك استاذ اللغه الانجليزيه بالاهليه الثانويه ام درمان. أقعد معنا يومين ثلاثة وبعدين أمشي. فمشيت الأهلية الثانوية أم درمان وفي أثناء ما أنا في الأهلية ظهر امتحان الخارجية فغبت 5 أيام بدون إذن قلت امتحنت امتحان الخارجية وجيت فالناظر كاسم الطيف في بيك زعج جدا قال لي جابوا لي 2 شعراء مجانين هنا أنت وعوض أحمد تمشوا بدون على كيف. في الوقت ده أنا قبل ما تلوت أحد المعلمين العالي كانت أمر تتجاني التوم تجاني التوم ودرسونا علمونا كيف التدريس ف وزيع اسمي يوم ونحن جلوس في مقهى كان يسموه دباتية سوق المويه كان يسمونه القرشيد والسلكدور جورج مشرقي. انا ما كنت برتاد كثير كنت برتاد يسوي في اليوم ذاك مشيت انا متوقع النتيجه فاذاعونا انه نحن قبلنا بالخارجيه ومشيت الخارجيه. قبل ما نبدا رحله الخارجيه استاذ سيد احمد حدلو عايزين نستمع الى قصيده يا ريت تكون من بدايات من